تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد الذكرى الأولى للدكتور أحمد زويل، الأسطورة باقية. بعد بكرة يوم الأربع الذكرى الأولى لكبير العلماء العرب الدكتور أحمد زويل. الدكتور أحمد زويل ليس مجرد عالم، وليس مجرد عالم كبير، ولكنه أحد أعظم العلماء على مر التاريخ. دكتور أحمد زويل في مصاف إسحاق نيوتن، ألبرت أينشتاين، أحمد زويل. هو مش في مصاف العلماء، وإنما في مصاف كبار العلماء ونخبة العلماء وصفوة العلماء عبر التاريخ. تشرفت بالعمل معه مستشارا لسنوات، وكتبت عن هذه التجربة مقالا في مجلة ساينتيفيك أمريكان، كما تشرفت بتحرير كتابه الشهير عصر العلم الذي قدمه الأديب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ. زرت أسرة الدكتور أحمد زويل في الإسكندرية، والتقيت السيدة نانا زويل شقيقة الدكتور أحمد زويل، كما التقيت الأستاذ مصطفى وبنات السيدة نانا زويل إيمان وأماني وآلاء، واتكلمنا عن الدكتور أحمد زويل والعائلة لساعات طويلة. والنهاردة تشرفت بزيارة مدينة زويل، المقر في مدينة في جاردن سيتي، وهذا المقر كان قصرا تملكه شركة قناة السويس، وكان في احتفالية افتتاح قناة السويس، ومكث فيه الخديوي توفيق بعض الوقت، فله تاريخ كبير. وسعدت بلقاء السيد اللواء صلاح العزازي مدير المدينة، وتكلمنا مع الدكتور شريف صدقي أثناء هذه الزيارة. والحقيقة هي كانت زيارة تجدد ذكريات لما زرت هذا المكان أكثر من مرة في صحبة كبير العلماء العرب الدكتور أحمد زويل. برنامج الطبعة الأولى هيخصص غدا الثلاثاء بإذن الله، وبعد غد الأربعاء بإذن الله، حلقتين خاصتين عن كبير العلماء العرب الدكتور أحمد زويل. اثنين، هل حان وقت لبنان؟ لبنان بلد صغير، وبلد فقير، وبلد ضعيف. رغم حبنا وتقديرنا لبنان والشعب اللبناني، ما دولة صغيرة ودولة فقيرة اقتصاديا، مديونة بديون مهولة، ودولة ضعيفة عسكريا، إنما دولة لها جاذبية في العالم العربي. لبنان دلوقتي قد يشهد الخريف في لقاء صعب جدا ممكن يحصل سياسيا على الأراضي اللبنانية، ممكن صدام بين داعش وحزب الله. تخيل لو تنظيم داعش تمكن من لبنان ودخل في حرب أهلية مذهبية بين تنظيم داعش وبين حزب الله. لو وصلنا إلى هذه المرحلة لا قدر الله من صراع شديد. النهاردة في لبنان تم إلقاء القبض على خلية خطيرة من تنظيم داعش، وتنظيم القاعدة موجود في لبنان بقاله فترة ومتوغل. لما نقول إن تنظيم داعش بعد هزيمته في الموصل وانحساره في سوريا والعراق ممكن يذهب جزء منه إلى لبنان، ولما نقول إن في مشكلة مذهبية بين تنظيم داعش وبين حزب الله ممكن تأتي في النهاية بكوارث كبرى على الدولة اللبنانية، بنتكلم على سيناريو صعب جدا للبنان. إذا ما التقى حزب الله مع تنظيم داعش في حرب مذهبية في دولة ضعيفة وصغيرة هي الدولة اللبنانية، هل حان وقت لبنان؟ هل بدأ خريف لبنان؟ هذا السؤال الذي لا نتمنى أن نطرحه، ولا نتمنى أن تكون إجابته نعم. ثلاثة، أمريكا الضعيفة، رئيس بلا سلطة. أمريكا أقوى دولة في العالم، الرئيس الأمريكي ينظر إليه كل العالم، لكن احنا مع الرئيس ترامب إزاء جديد، إزاء رئيس ضعيف، سلطاته محدودة، قدرته على إدارة الشؤون العامة محدودة كما تقول الصحف الغربية والشرقية على السواء. أمريكا لو سألنا السؤال التاريخي في علم السياسة، سؤال مشهور جدا لطلبة العلوم السياسية، من يحكم أمريكا؟ والإجابة دايما صعبة على هذا السؤال، من يحكم أمريكا؟ لأن بيحكم أمريكا الرئيس الأمريكي، بيحكم أمريكا الكونجرس الأمريكي، بتحكم أمريكا السلطة القضائية الأمريكية، بتحكم أمريكا اللوبيهات وجماعات المصالح، بتحكم أمريكا الجامعات ومراكز الدراسات،
بتحكم أمريكا الشركات والمؤسسات، بتحكم أمريكا حاجات كتيرة جدا. عشان كده السؤال مش سهل الإجابة عليه، من الذي يحكم أمريكا؟ لما نطرح هذا السؤال في عهد الرئيس ترامب بنجد أن الرئيس ترامب وكأنه لا يحكم أمريكا، رغم القوة المفرطة الظاهرة للرئيس دونالد ترامب. ليه؟ وسائل الإعلام ومراكز الدراسات بتقول أنه نمرة واحد، مفيش ولا قانون الرئيس ترامب عايز يجيزه قارف يجيزه، ولا قانون حتى الآن. شوف الرئيس ترامب تولى إمتى؟ حتى الآن ومعه أغلبية جمهورية في الكونجرس، إلى الآن فشل في جميع القوانين هو يمررها، ولا قانون نجح الرئيس ترامب في إقراره حتى الآن. نمرة اتنين، تفاهم مع القوى العظمى الثانية، مع الرئيس بوتين، وبعد ما تفاهم مع الرئيس بوتين الكونجرس زود العقوبات على روسيا، وده معناها مزيد من تكسير سلطات ونفوذ الرئيس. نمرة ثلاثة، الإعلام ضد الرئيس، CNN، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، فورين بوليسي، كل الإعلام الأمريكي الرئيسي ضد الرئيس ترامب. رجال أعمال كبار، مؤسسات مال، مصارف، شركات اقتصادية عملاقة، الكل ضد الرئيس، لدرجة البعض بيقول أنه أصبح منبوذا في النظام السياسي الأمريكي، رغم أنه الرئيس معاه الأغلبية، إلا أنه لم يستطع إقرار أي تشريع، ولم يستطع إقناع الإعلام ولا رجال الأعمال ولا المؤسسات المالية، ولا يزال الرئيس ترامب رغم القوة الظاهرة إلا أنه لم يستطع إنجاز الأهداف التي جاء لأجلها. طيب إذا نرجع تاني، من الذي يحكم أمريكا؟ الإجابة هنا من معهد موسكو للعلاقات الدولية. خبير كبير في معهد موسكو أجاب إجابة الحقيقة مبهرة. هذه الإجابة بتقول إن أمريكا ميزان، بس أي ميزان ليه كفتين، إلا إنه الميزان في أمريكا 200 كفة. يعني أنت مش ميزان من كفتين فسهل إنك تعرف الكفة دي والكفة دي لما ترجع دي تعمل توازن، لا، وإنما تخيل ميزان من 200 كفة بتعمل توازن بين 200 كفة. شوف بقى مدى صعوبة التوازن السياسي وتوازن القوى في أمريكا. ال 200 كفة دول إيه؟ عندك في أمريكا السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات. السلطات الفيدرالية اللي هي في واشنطن دي سي العاصمة، اللي هي بتحكم كل أمريكا، اللي هو البيت الأبيض، الكونجرس، المحكمة العليا. التلاتة الكبار دول، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية الفيدرالية اللي هي بتحكم كل أمريكا، أدي تلات سلطات عملاقة. جوه بقى كل سلطة لوبيهات ونفوذ وأحزاب وقوى وتيارات، لكن دول التلاتة الكبار على مستوى الفيدرالي. تعالى بقى الولايات، كل ولاية كأنها دولة، فيها سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية، وفيها كونجرس، وبالتالي فيها نواب، وفيها حاكم منتخب، وفيها معارضة، وفيها إعلام، وفيها شركات، هي تقريبا دولة. فعندك 50 ولاية في 3 سلطات، يبقى 150 سلطة في الولايات الأمريكية. يعني كل سلطة تنفيذية تختلف، حتى القانون يختلف من ولاية إلى أخرى. في حاجات تعملها في ولاية تبقى عادية، نفس الحاجات في ولاية أخرى تبقى جريمة أو تجرم عليها قانونا. فإذا 50 ولاية في 3 سلطات ب 150 سلطة داخل ولايات. لما تحسب بقى السلطات الفيدرالية الثلاثة الكبار، وتحسب بقى المؤسسات الحزبية الديمقراطي والجمهوري، وتحسب اللجان الفرعية داخل الكونجرس الأمريكي، تحسب مؤسسات المال والإعلام، وتحسب مؤسسات الصحفية والفكرية والجامعات ومراكز التفكير الاستراتيجي، بتلاقي إن أمريكا كبرت جدا. إذا لو قلنا زي معهد العلاقات الدولية في موسكو إن فيه 200 كفة في أمريكا ولازم توازن بين ال 200 كفة دول، تبقى مهمة الرئيس صعبة جدا. يعني مثلا لما الرئيس أوباما حكم أمريكا كان عنده أغلبية ديمقراطية في الكونجرس، قدر بهذه الأغلبية يقر كل القوانين لمدة سنتين، خسر الأغلبية بعد كده 6 سنين. قعد هو قعد كام سنة أوباما؟ 8 سنين، فترتين. أول سنتين في أول فترة كان عنده أغلبية أقر كل القوانين،
بعد السنتين دول بقاش عنده أغلبية، 6 سنين لم يستطع إنجاز أي قانون. الكونجرس عطل الرئيس تماما 6 سنوات. نيجي بقى للرئيس ترامب، هو عنده أغلبية ويقدر يمشي القوانين ومع ذلك عاجز عن إدارة القوانين. ليه؟ لأن الثقة المفرطة في النفس، ملياردير شهير بقى رئيس أكبر دولة في العالم، بيتصرف بقوة مفرطة وزائدة، وهو عنده كتب ألف عن التفاوض وبيتكلم على نفسه أنه هو أستاذ التفاوض وخبير التفاوض، وبالتالي رئيس ترامب مش عايز يسمع حد ومشي الأمور بالقوة. بالقوة طبقا لمعهد موسكو ينفع لما كان رجل أعمال، والصلابة والتشدد في التفاوض المالي ممكن يؤدي إلى نتائج إيجابية، لكن في السياسة التشدد لا يؤدي بالضرورة إلى نتائج إيجابية. بالوصف اللي قاله كبير الخبراء في معهد موسكو للعلاقات الدولية، الموضوع أشبه بعنكبوت. العنكبوت ده بينسج بيته، البيت ده من خيوط كتيرة جدا معقدة ومركبة. الرئيس في أمريكا هو هذا العنكبوت، وشبكة العنكبوت الضخمة والواسعة والمعقدة والدائرية والحلزونية دي كلها هي النظام السياسي الأمريكي، 50 ولاية في 30 سلطة، السلطات الفيدرالية، مراكز الدراسات، الجامعات، الأثرياء، الطبقة الوسطى، الفقراء، المهاجرين، المتدينين، العلماء، كل ده مع بعضه خيوط العنكبوت. هل يقدر العنكبوت ككائن ينسج هذا البيت بكفاءة ومهارة؟ هل يقدر العنكبوت أن يدير هذا البيت بعد ما ينسجه بفن وبرؤية؟ في هذه الحالة يبقى العنكبوت، إذا فشل يصبح أوهن البيوت وينهار بيت العنكبوت. علشان كده الرئيس في أمريكا والسياسة الأمريكية من حوله أشبه ببيت العنكبوت. الرئيس ترامب حتى الآن لم يستطع أن يحقق النسيج الأمثل لبيت العنكبوت. هنا ضعف الرئيس، وهنا السؤال، من يحكم أمريكا؟ كثيرون جدا يحكمون واشنطن. 4 جبال الهيمالايا، الحرب والسلام. العالم بيتكلم دلوقتي على احتمالات حرب بين الصين والهند، عملاقين، كل عملاق 1.5 مليار نسمة، 3 مليار ممكن يتخانقوا، تبقى أكبر خناقة في العالم وأكبر خناقة في التاريخ. هل ممكن الصين والهند فعلا يدخلوا في حرب؟ دولتين عملاقتين ملياريتين نوويتين متجاورتين، هل ممكن تحصل حرب بينهما؟ حصلت سنة 1962 طبقا لرئيس معهد الهند للعلاقات الدولية، حرب بين البلدين أو اشتباكات مسلحة واسعة، وانتصرت الصين. من 62 كل شوية في كلام عن حرب، ما تحصلش الحرب. البعض بيقول مش هتحصل الحرب، هيبقى استعراض قوة من الجانبين، وعلى الحدود كل شوية هيحصل تحرش متبادل، ويحصل ان الجيش ده هيتكلم والجيش ده هيتكلم، الخارجية هنا والخارجية هنا، لكن مش هيوصلوا الى حرب زي ما كان عام 62. المشكلة بين الدولتين على الحدود، والحدود ديت في دولة صغيرة اسمها بوتان، الدولة ديت جنوب الصين، والدولة ديت قريبة ومواليه للهند، جنبها بحاجة بسيطة دولة اسمها نيبال، عاصمتها كاتموندو، والدولة دي يمكن شفناها في أفلام سينمائية أو سمعنا عن نيبال. على الخريطة عشان نعرف الصراع بين الصين وبين الهند واحتمالات الحرب الملياريه القادمة فيما لو وقعت القوتين العملاقتين في نزاع مسلح. الخريطة بهذا الشكل، هنا الصين شمالا، بلاقي من جنوب الصين الدولة الصغيرة اللي احنا قلنا اسمها بوتان، يبقى هنا دولة بوتان، دي دولة مستقلة اسمها بوتان، لكن تبان حاجة صغيرة، دولة عزبة كده تحت الايه الصين. تعدي شوية صغيرين تلاقي من هنا تبدأ مملكة نيبال أو دولة نيبال اللي عاصمتها كاتموندو زي ما قلت لحضراتكم. هنا بقى المشكلة ايه؟ هنا الهند، ادي هنا الهند، وادي هنا الصين، وادي هنا بوتان. الحتة بقى دي بين بوتان والصين والهند هي منطقة الصراع بين البلدين. لو حصل الدنيا بقى باظت زيادة وحصل اشتباك بين العملاقين دول، بنتكلم على مأساة هتكون في هذه المنطقة من العالم. الصين النهاردة قالت محذرة الهند
ان هم لازم يدركوا ان احنا عزيمه لا تلين، وان الهند مش قدنا من الاخر، وان احنا هنتصرف بقوه شديده. والهند بتقول ان الصين في بحر الصين الجنوبي فرضت الامر الواقع، وممكن تفرض الامر الواقع في الهيمالايا من جديد. علشان كده الاثنين في حاله تربص، والخبراء حاليا بيتكلموا على احتمالات نشوب نزاع مسلح. الروس بيقولوا، مراكز دراسات روسية بتقول انه الامريكان اللي بيحرضوا الهند علشان تحارب الصين، لان الامريكان بيحاولوا يحاصروا الصين وروسيا فيشغلوا الصين بحرب. لو قامت حرب بين الهند والصين تتلخم بقى الصين وترجع الى الوراء سنوات طويلة قادمة. مراكز البحث الروسية بتقول ان امريكا اللي بتحرض الهند في انها تخش مواجهة مسلحة مع الصين. باكستان بتساند الصين، لأن يعني باكستان والهند في حرب مفتوحة، وبالتالي باكستان بتساند الصين في مواجهة الهند. هنا احنا إزاء سيناريوهين للمستقبل. يا سيناريو العالم ده يوقف سباق التسلح واحتمالات الحروب، وكل الإنفاق ده يكون على الاقتصاد. يعني مثلا لو حرب لا قدر الله بين البلدين، بتتكلم بقى على أرقام خرافية هتخسرها الدولتين، وهنا ملايين الفقراء وهنا ملايين المحتاجين. العملاق الاقتصادي هيتراجع في الصين، والنجاح الاقتصادي هينهار في الهند. دولة زي باكستان صرفت في مكافحة الإرهاب في آخر 5 سنين قد إيه؟ 70 مليار دولار، ميزانية خرافية لمكافحة المتخلفين. لو هؤلاء المتخلفين المتطرفين مش موجودين، كانت دولة زي باكستان وفرت 70 مليار دولار تنفقها على شعب زي الشعب ده عنده كتير جدا من الفقراء والمحتاجين. فالعالم قدام خيارين، اما ان هو يقدر يقضي على الارهاب ويوقف سباق التسلح وينهي احتمالات الحروب وكل الميارات تكون على الاقتصاد، واما ان العالم ينزلق الى هاوية حيث وقتها سيكون الدم والفقر هو عنوان العالم. 2 من مقاطع الفيديو اللي ممكن يوضحونا جانب من هذا الشرح. المقطع الاولاني طريق الهيمالايا الاسطوري، كنت بنتكلم على ان العالم قدام خيار اقتصادي يصرف في المعمار والبناء والهندسه. مقطع الفيديو ده هو مقطع حديث لطريق في الهيمالايا، رغم صعوبه الهيمالايا جدا جغرافيا وطوبوغرافيا وان هي منطقه صعبه للغايه، الا انهم قدروا يعملوا طريق معجزه. كانوا بينزلوا العمال من الطيارات بالباراشوتات علشان يشتغلوا يعملوا ثقوب او يحفروا انفاق او يمدوا طريق. فتخيل بقى العمال نازلين باراشوتات علشان يقدروا يحفروا او يفجروا حاجه في الجبل يعملوا الطريق. لما تشوف الطريق طبعا ده لزاوية القلوب القويه، طريق صعب جدا جدا، لكن بدنا نموذج ماذا لو توقف الصراع الانساني واتجه الانسان الى الرخاء والى البناء. المنطقة الرائعة الخطيرة المثيرة جدا منطقة الهيمالايا، ناشونال جيوغرافيك عملت فيلم وثائقي قالت ان هي تشكلت منذ 70 مليون سنة. ده مقطع علمي بيبين التاريخ الجيولوجي لهذه المنطقة التي باتت خطيرة استراتيجيا وعسكريا في عالم اليوم. خمسة، مقتضى الصدر في السعودية إنه لأمر رائع حقا. مقتضى الصدر من رجال الدين الشيعة المعروفين، وهو زعيم التيار الصدري. سنة 2003 حصل الغزو الأمريكي للعراق وبدأ النفوذ الإيراني في العراق، وللأسف أن البعض يأس قدام المد والنفوذ الإيراني في العراق. لكن سنة 2006 السعودية دعت مقتضى الصدر لأول مرة. بدأنا نتكلم عن أن الشيعة العرب هم جزء من العرب والمشروع العربي وليس جزء من المشروع الفارسي. لكن 10 سنين على ما رجع مقتضى الصدر مرة تانية بدعوة رسمية من الرياض. هذه زيارة مهمة جدا، حجم الاستقطاب السني الشيعي كبير جدا، تغذية الغرب لهذا الصراع علشان يمتد 30 عاما أو 100 عام في اعتقادهم أنه لازم يحصل حرب بين السنة والشيعة، تقعد زي حرب البروتستانت والكاثوليك 30 سنة علشان بعد كده نصل إلى الحداثة وإلى التقدم.
فالذين يبشرون بهذه الحرب بيدمروا هذه المنطقة. وبالتالي اللي بينظروا إلى أن الشيعة العرب طابور خامس أو أن الشيعة العرب هم عملاء لإيران، هؤلاء بيكسروا في الأمة العربية. الشيعة العرب عروبيون، والشيعة العرب مش طابور خامس، والشيعة العرب ينتمون إلى الأمة العربية. ولو فيهم جزء عنده هذا الانتماء الفارسي المعادي لأمته، الأغلبية منهم عنده الانتماء العربي لحضارته ومحيطه. لا بد نفكر بهذه الطريقة، أن لا نترك إطلاقا العراق لإيران، ولا نترك إطلاقا الشيعة العرب للمشروع الإيراني. هم جزء من المشروع الحضاري العربي، هم جزء من نسيج المنطقة، وهم جزء من تاريخ المنطقة. العراق إذا هو في حالة ضعف بقاله سنوات، هو في حالة مجد قبل كده قرون. واللي بيتكلم على نفوذ إيراني في العراق لازم يدرك أن العراق مش قرية ولا عزبة علشان تظل طول الوقت أنها مكان لأن تلهو طهران في الملعب العراقي. العراق حضارة، والعراق تاريخ، وتاريخ وحضارة العراق أكبر من تاريخ وحضارة إيران. ولا يمكن النظر أبدا للعراق باعتباره مجرد تابع أو فناء خلفي لإيران أو ساحة للعب القوى السياسية والاستخباراتية الإيرانية. إذا العراق دلوقتي في لحظة ضعف سينتهي هذا الضعف، وإذا العراق في لحظة انكسار علشان الإرهاب والغزو وغيره، إنما في المستقبل سينتهي الانكسار وسيبدأ الانتصار. لابد من الثقة في أن الشيعة العرب هم جزء من النسيج العربي وليسوا جزءا من المشروع الفارسي الإيراني، ولا ينبغي أن يكونوا. هنا أهمية هذه الزيارة لمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري إلى الرياض. هنا أهمية أن تكون كل الثقافة الموجودة في العالم العربي تميل إلى التسامح وإلى التفاهم، لا تميل إلى المذهبية أو إلى صراع قد يفتح أبواب جهنم ولا نعرف متى تغلق جهنم أبوابها لا قدر الله. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.